تعالوا ندخل على الدواء الثالث اللي احنا هناخده بعد الميترونيدازول والتينيدازول. ثالث واحد معانا هو الديلوكسانايد فيرويت، وده بنستعمله برضو في حالات السيست وفي حالات الاميبا. بس في حاجة، انا عندي الفيورازول في منه تابلتس وفي منه سسبنشن. زي ما انتوا شايفين هنا كده هتلاقيه كاتب لك الديلوكسانايد فيرويت 250 ميلي جرام بير تابلت، وكمان معاها ميترونيدازول 200 ميلي جرام. طيب ده معناه ايه؟ لو انت تشوف بقى جرعة الادلت اصلا هتلاقيه بيقول لك ان 500 ميلي جرام كل 8 ساعات لمدة 10 ايام. طب ما انا لسه قايله ان القرص موجود جواه 250 ملي، يبقى بالعقل كده هياخد كام؟ هياخد قرصين فعلا كل 8 ساعات لمدة 10 ايام، يبقى دي كده جرعة الادلت لدواء زي دواء الفيورازول. طب لو انا عندي طفل صغير بقى، هتلاقي مكتوب هنا كده برضو ان الديلوكسانايد فيورويت عبارة عن 100 ملي جرام، وموجود معاها كمان 200 ملي من الميترونيدازول. هنيجي نبص على الجرعة، بيقول لك ان هو بياخد 25، الاطفال اكتر من 25 كيلو جرام والادوليسنس بياخدوا 20 ميلي جرام بير كي جي بير دي، نفس فكرة الحساب بتاع الميترونيدازول اللي قلناها ورا، على 3 جرعات لمدة 10 ايام. اللي اتغير بس ان الميترونيدازول كان من 35 ل 50، لكن هنا ده 20 ميلي جرام بير كي جي بير دي. لكن خلي بالك انك مش هتوصل اكتر من 1500 ميلي جرام بير دي، لان ممكن تلاقي طفل مثلا وزنه كبير فيحتاج جرعة اعلى، فمش هينفع طبعا تقعد تضرب في الوزن لحد ما تلاقي نفسك معدي ال 1500. فهو بيحط لك ليميت، يقول لك اخرك 1500 ميلي جرام على مدار اليوم كله. طيب جرعة الفيورازول بقى اللي موجودة جوه الإزازة نفسها من البامفلت نفسها، عشان تسهل على نفسك، لأن الدواء ده انت مش هتقابله كتير، هو تقريبا بس الفيورازول، فاحنا ممكن نعتمد على الجرعة اللي جوه الفيورازول من غير ما نحسب. هنقول لو انا عندي طفل من 2.5 ل 5 سنين هياخد 5 سنتي كل 8 ساعات لمدة 10 ايام، او من 5 سنين 12 سنة هياخد 10 سنتي كل 8 ساعات لمدة 10 ايام. وركز معايا تاني ان انا قلت ان كل 8 ساعات لازم تقول للمريض ان هما كل 8 ساعات وتحدد له بالساعة، ما ينفعش ياخدها على الفطار وعلى الغداء وعلى العشاء، لازم تتاخد كل 8 ساعات. وخلي بالك انك ممكن تحتاج تعيد الجرعة تاني، ممكن تعمل تحليل تلاقي الجرعة ما نفعتش ومحتاجين نعيدها تاني. هنعمل اصلا الجرعه امتى ونعمل مونيتورنج امتى؟ هنعمل مونيتورنج بعد ما نخلص الدواء تقريبا مثلا باسبوع او بعشر ايام، نرجع نعيد التحليل تاني عشان نتاكد ان الاميبا ماتت. ندخل على اخر دواء معانا هو السكيندازول. طبعا مشهور وفي منه كذا نوع، هتلاقي اشهر علبتين ممكن تشوفهم على الرف هم الاميبازول والسكيندازول اللي هو بالاسم الماده الفعاله نفسه بتاع ايبكو. التركيز بتاع العلبه اللي تحت 500 ملي جرام، تركيز العلبه اللي فوق 1 جرام. هتلاقي العلبه دي فيها 4 اقراص يعني 2 جرام، وهتلاقي العلبه دي فيها 1 جرام يعني 2 قرص يعني 2 جرام. هنا انا حطيت لك الانتستاينال امبيزس، هناخد فيها 2 جرام يعني الاربع اقراص من ال 500 او القرصين بتوع الاميبازول. هناخدهم كسنجل دوز مره واحده بس، وتتاخد في اثناء الميل زي بقيه الحاجات اللي قلنا عليها ورا. طب نفترض ان الشخص ده كان عنده هيباتيك اميبيزيس، هي انا حطها لكم كمعلومه بس، لكن طبعا هو لو هيباتيك اميبيزيس احنا ملناش دعوه بيه، ده لازم هيتحول لطبيب طبعا يشوفه. فالمفروض ان هو هياخد 1.5 جرام كسنجل دوز كل يوم لمده 5 ايام. انا بس حبيت اوريكم ان الانتستاينال اميبيزيس مختلف عن الهيباتيك اميبيزيس في الجرعات. كده احنا خلصنا التريتمنت بتاع الاميبيزيس، دي كده خلاصة العلاج. لو انت حابب تطلع اي حاجة من العلاجات دي، كل العلاجات دي معاك على حسب الاديرنس بتاعة المريض، تقدر تختار العلاج بتاعه. طيب احنا كده ناقصنا ايه؟ ناقصنا بس البيشنت كونسلنج تيبس اللي لازم تتقال وانت بتطلع العلاج، يا اما زي ما اتفقنا احنا كده تقريبا مش هنكون عالجنا. خلي بالك الدواء من غير كونسلنج تيبس ملوش اي لازمة، ودورك كصيدلي انك لازم تقول الكونسلنج تيبس مظبوطة. هنتكلم اول حاجه خالص ان انا لازم يكون عندي proper sanitation and disposal of stool. لازم طبعا يبقى الشخص ده عنده نوع من انواع النظافه، وطبعا لازم يغسل ايده اكتر يعني على الاقل 20 ثانيه، اللي هو الكلام بتاع النظافه العامه، وان التواليت يبقى نظيف، ولازم يغسل ايده قبل الاكل وبعده، وان احنا نعلم الاطفال ان هم يغسلوا ايديهم قبل ما ياكلوا. في حاجه مهمه، بيقول لك لو انت عندك شك في drinking water اللي انت بتاخدها، المفروض ان انت تغليها لمده 3 دقائق على الاقل قبل ما تشربها او تطبخ بيها، علشان الاميبا اللي فيها تكون ماتت، او لو فيها اي بارازايت تاني يكون مات. طبعا لو في اي فروتس او فيجيتابلز لازم تتغسل الاول قبل ما تتاكل على طول. وما ينفعش طبعا تشترك مع اي حاجه مع حد من الانفكتد بيرسونز. طبعا كمان لازم لما يكون في حاله عنده اميبا في البيت، لازم الناس كلها تبقى عندها نوع من انواع الهايجين كده، وتبقى مدركه ان لازم تتعامل صح عشان محدش تاني يتعدي في البيت. طب نفترض بقى في حاجه مهمه، نفترض بقى لو الشخص ده جاي لك وهو عنده اميبيك ديزنتري، يعني عنده اسهال وحالته صعبه خالص، ايه اللي هيحصل بقى؟
المفروض ان انت هتعمل تشينج في الدايت، هيقولك يا دكتور اكل ايه، هتقول له بقى معرفش كل اي حاجه، ما ينفعش طبعا، لازم تقول له هياكل ايه بالظبط. في الحاله اللي فيها اسهال هتجنب اكل الحاجات الديري برودكتس اللي هي زي ايه، الحاجات منتجات الالبان، الجبن والالبان والكلام ده كله اللي ممكن تخلي الستول يبقى لوز اكتر وتبوظ الموضوع اكتر معاه. كمان هنبعد عن الاكل اللي فيه دهون او اللي عنده الياف اكتر او الاكل المسكر. يعني بالظبط كده لو شخص عنده اسهال انت هتقوله الكلمتين دول، عكس لو حد عنده امساك احنا بنقول له كل حاجات فيها فايبر، هنا بقى هقول له ابعد عن الحاجات اللي فيها فايبرز. ممكن ياكل بقى ايه، انا كده قلت اللي مش هياكله، هياكل ايه بقى؟ ياكل سوفت فود، وياخد زي البنانة، زي الرايس مثلا، زي البطاطا المسلوقه، البطاطس يعني، البطاطس المسلوقه، او ياخد توست او كراكرز، بقسماط، اي حاجه من الحاجات اللي ممكن تمسك بطنه شويه وما تخليش فيه حمل على الهضم وتخلي ان يبقى فيه على طول عنده دايريه. خلاص كده احنا خلصنا تقريبا المحاضرة النهاردة. عشان ما يبقاش الكلام اللي احنا واخدينه كله عبارة عن كلام نظري وكلام كتب، لازم نحاول نطبق الكلام ده عمليا كده على حالة اكننا اتعاملنا معاها في الصيدلية، ونشوف المفروض هنتصرف ازاي. يعني مثلا دلوقتي انت عندك مدام هدى جايبة تحليل براز وبتقولك بعد اذنك يا دكتور عايز علاج للي موجود في التحليل ده. انت بقى بصيت في التحليل ولقيت عندها انتاميبا هيستوليتيكا سيست وعندها عسر هضم، ولقيت كمان ان هي عندها 30 سنه. فعايزاكم بقى تقولوا لي ايه هي اهم الاسئله اللي لازم تسالها المدام هدى قبل ما تطلع لها علاج. يعني في حاجات كده معينه لازم نسالها المدام هدى. هسهلها شويه، مدام هدى دي واحده متجوزه وعندها 30 سنه، لازم اتاكد من ايه قبل ما اطلع علاج مثلا زي المترونيدازول والحاجات دي. وياريت كمان لو في اسئله انتوا شايفين ان انتوا المفروض تسالوها للمريضه دي بالذات مثلا، اعرفوني برده المفروض نسال عن ايه كمان. وكمان عايز اعرف هنطلع لها علاج ايه من اللي احنا قلناهم بقى. احنا اتفقنا كده على 4 علاجات للاميبا، عايز اعرف ايه العلاج اللي انت هتطلعه او توصفه لها يعني، وكمان الجرعه بتاعته هتبقى عباره عن ايه. في العلاج احنا هنفكر في كذا حته الاول زي ما اتفقنا، هنفكر في الادرنس بتاع المريض، هنفكر لو في سايد افكت، هنفكر لو في اي انتر اكشنز مثلا مع حاجه بياخدها، هنفكر لو هو عنده اي امراض مزمنه. يعني اعملوا لي كده ايه تخيلات كده مع نفسكم، كل واحد يرشح لي علاج بالجرعه بتاعته. وكمان هنعمل معاها مونيتورنج ازاي، يعني هنديها العلاج ونقول لها يلا بقى مع السلامه، ولا المفروض ان انت هتقول لها مثلا حضرتك مثلا هنعمل تحليل بعد قد ايه ونبتدي نشوف التحليل تاني عشان نتاكد ان الاميبا الحمد لله اتعالجت ولا لا. بس انا عايزه بس اتاكد ان انتوا فهمتوا نقطه العلاج والجرعه بتاعته ازاي. وكده احنا خلصنا الاميبا الحمد لله، وان شاء الله اشوفكم بقى المره الجايه على خير في بارازايت جديد ان شاء الله. يا دكتور هو انا المفروض احفظ كل الادويه في الصيدليه وبدايلها والدوزز والسايد افكتس والكونترا انديكيشنز وكمان الدراج انتر اكشنز؟ انا تايه ومتلخبط ومش عارف اعمل ايه. لو انت صيدلي وعندك نفس المشكله يبقى فارماسي دراج سيرش كورس هيحل لك المشكله دي. الكورس عباره عن 3 اجزاء، هنتكلم في الجزء الاول عن السيرش بيزكس واللي هنعرف فيه من خلال 4 محاضرات ايه هي الدراج انفورميشن وايه هي الريسورسز بتاعتنا للحصول على المعلومه، وكمان هنعرف يعني ايه تراستد سيرش واطلع معلوماتي ازاي من اماكن موثوقه، وهيبقى معاك اهم المواقع اللي ممكن تدخل عليها وتجيب منها المعلومات الطبيه والدوائيه، وكمان هنعرف محاضره سريعه عن الدراج انتر اكشنز وايه دورنا فيها كصيدله. بعد كده هندخل على المحتوى الاكبر في الكورس وهو الدراج ابس، وده عباره عن 12 محاضره هنتعرف فيهم على اشهر 8 ابس. هنعرف مع بعض دوز في الانديكيشنز المختلفه، دراج دراج انتر اكشنز، دراج فود انتر اكشنز، والادويه السيف في الحمل والرضاعه، وكمان هنعرف كومبيرنج بين الادويه وبعضها وازاي نقدر نطلع البدائل والمسايد بتاعه الدواء. بعد كده ندخل على الجزء الثالث واللي مختص بالتشيلدرن دوزز، وهنتكلم فيه من خلال 4 محاضرات ازاي نقدر نحسب جرعات الاطفال باسهل طريقه ممكنه. كمان هيبقى معاكوا تايب لاشهر الجرعات الموجوده في الصيدليه للاطفال، هتعرف ازاي تجيب وزن الطفل حتى لو مش موجود قدامك، وكمان هنتعلم معادله حساب جرعات الادويه وايه الفرق ما بين تركيزات الاوجمنتن، وهتعرف ازاي تحسب الدوز مباشره من موبايلك، وهنتعلم على اكتر 2 ابس فيهم دقه في حساب جرعات الاطفال. وبنهايه الكورس ده هتكون صيدلي عارف ازاي تطلع المعلومه اللي تحتاجها وفي الوقت اللي انت تحبه من غير مساعده حد.